بلدة سرعين البقاعية إلى أبعد أقاصي الأرض، حمل الفنان شوقي شمعون ريشته وانطلق في رحلة البحث عن السلام من خلال لوحات جسد فيها طموح وسعي الإنسان الدائم إلى السلام. تعاطي مع السلام هو تعاطي يعني آمل أنه يكون يوصل التمنيات الكبيرة اللي بعيشها كل مواطن على هالأرض هيدين، وفي حتى في البلاد العربية بهالوقت هذا كمان. من هنا أتى عنوان المعرض الجديد لشوقي شمعون، السلام في الانتظار، المستمر في غاليري مارك هاشم في وسط بيروت لغاية 15 تشرين الأول. قربينا بالحرب والسلام كان دائما الشيء اللي عم يدق بوابنا من وقت إلى آخر، وكنا عم نتمنى نشوف وقت لآخر أكثر. هيدا جبل صنين، هيدا الجبل اللي فتحت عيني عليه من 70 البقاع، هيدا الجبل اللي كنت حس حدوده هو حدود الدنيا. يصور شمعون في لوحاته الطبيعة كما هي وكما ترعرع عليها في صغره، لينتقل بعدها إلى الصحراء الواسعة سعيا وراء السلام الذي نظم له قصيدة علقت في المعرض. أنا أهرب إلى السلام، السلام المنتظر، السلام المنتظر، السلام الهارب مني، السلام الهارب إليه، أخترعه حيث لا أجده، أرسمه كلما ظننت أني أراه وأنتظر. عندما يغطي الثلج كل شيء ينسيني تفاصيل الحزن في عيون الأرض ويسحرني صنين من جديد. ما أجمل أن تخترع الطفولة السلام. من كلية الفنون في الجامعة اللبنانية إلى الدكتوراه من جامعات نيويورك، يحمل شوقي شمعون رسالة الفنان الملتزم بقضايا مجتمعه والمؤمن حتى اليوم بالقدرة على التغيير.